حمدي؟ لا يا فندم، انا الاستاذ دسوقي. حجه في الشؤون القانونيه، ضليع في الجنح، ارشيد في الجنايات، والله ارشيد. اتفضل استريح. اتفضلوا. قول لي، ما سمعتش في وظايف خاليه هنا؟ انا سمعت ان في منصب مساعد فراش. منصب مساعد فراش؟ ايوه، مساعد فراش، مساعد لي انا. لحضرتك؟ يا خروج يا فندم. يا حضرات، اقدم لكم المدير العام الجديد. ايوه، انا متشكر قوي. ودلوقتي الامر لله. ده شيء مش ممكن يحصل في اوروبا ابدا يا اقصاص، ابدا. نايل، هيا ازرع يا قصه. المعلمه خرجت من الفجر، راحت العمود. اصل النهارده خميس رجب يا الدرع. دي اوكي، يو كان فولو مي. انا حوكين. استنى، ايه يا المجد؟ في ايه؟ انا شاكك. شاكك اني ده لحم خنزير. ايه؟ نعم. حضرتك الاستاذ عطيه جوز السيده امينه محمود؟ يا عاش من شافك يا عم. انت كنت فين؟ انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ كنا. عندك حق، انا غبي. نقول كمان، سيادتك هتتجوزها عشان تطولها ولا هتتجوزها؟ انا دلوقتي شايف. عفريت عفريت. ايه يا عيالك اللي عمل فيك كده؟ شرطه المهببه. انت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانت ايه؟ والحمد لله رب العالمين. انا حميده زنابيلي. وانت؟ انا عبد النوف. بندقيه صيد مدهشه دي بقى. تسولها حيلك لما يدفعوا لي فيها 1000 جنيه. دي لعبتي. ايه ده؟ الرتابه. الزوجة وخصوصا المصرية هي عيوشة الصبح وعيوشة بالليل والنهاردة وبكرة وبعد سنة وتريش. تبقى مين؟ الحلو الأشقر. يا خبر أبيض. الحلو الأشقر. قصدك البنت بتاعت الأتوبيس. أهو جاي النهاردة يتغدى عندي، فرصة وتتقابلوا. وهبه جاي يتغدى. يا محاسن الصرف. وهبه يا حبيبي يا وهبه. ميرسي. يعني عاملين دعايه ببلاش ليا؟ احمد، المساله اخطر مما تتصور. فهمي، ما تشغلش نفسك قوي بيا كده. ازاي بس؟ ده انا بقالي 5 سنين. ألف مبروك يا بيه، عقبال البكاري. يلا ألف مبروك يا مني.